قام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه هذا اليوم بزيارة إلى السيد صادق محمد البحارنة بمنزله بمنطقة سار. خلال الزيارة تبادل جلالته الأحاديث الودية مع السيد صادق البحارنة وأشاد بجهوده الطيبة في المسيرة الاقتصادية والتجارية في المملكة. أعرب جلالته عن تقديره للإنجازات والإسهامات القيمة للسيد صادق البحارنة وزملائه رجال الأعمال البحرينيين الذين أخذوا على عاتقهم تعزيز السمعة الطيبة للمملكة في القطاع التجاري والاقتصادي والاستثماري منذ بدايات القرن الماضي، منوها بما يتميز به رجل الأعمال البحريني من أمالة وصدق ونزاهة كان لهم دور كبير في نجاحه على المستويين الإقليمي والعالمي. كما نوه رعاه الله بما يتميز به المجتمع البحريني من قيم نبيلة في التواصل والترابط باعتبارها جزءا لا يتجزأ من إرثه الحضاري والتاريخي، متمنيا جلالته لصادق البحارنة موفور الصحة والعافية ودوام التوفيق والسداد. من جانبه أعرب السيد صادق محمد البحارنة عن جزيل الشكر وعظيم الامتنان والتقدير لصاحب الجلالة على هذه الزيارة الكريمة والتي تعكس حرص جلالته الدائم على التواصل مع رجالات المملكة، وأشاد بما تشهده المملكة في عهد جلالته من تقدم ونهضة وازدهار، سائلا الله عز وجل أن يحفظ جلالته ويديمه ذخرا وعزا وفخرا للبحرين وشعبها العزيز.